حتى في بستان جتسماني منشوف أن بطرس بيضرب بالسيف، قال له رد سيفك إلى غمده، الذي يأخذ بالسيف بالسيف يؤخذ أو بالسيف يهلك. فإذا ألا أستطيع أن أطلب من أبي 12 جيشا من الملائكة؟ لكن رسالة المسيح جاء حتى يموت على الصليب، ووبخ في أشد اللحظات وأحلك اللحظات بطرس أن يرد السيف إلى غمده. فهو لو عاوز يطالب أتباعه حمل السيف لفعل هذا بكل وضوح.